يواجه المنتخب الجزائري اليوم نظيره السنغالي في المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا 2019 في مباراة حاسمة يترقبها الملايين من عشاق الساحرة المستديرة على ملعب استاد القاهرة الدولي في 9 مساء. أنظار عشاق الساحرة المستديرة تتجه نحو استاد القاهرة الدولي، وذلك لمتابعة لقاء المنتخب الجزائري مع نظيره السنغالي في نهائي كأس الأمم الإفريقية، نهائي تأهل له منتخب الجزائر للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك بعدما حقق فوزا قاتلا على منتخب نيجيريا بهدفين لهدف في نصف النهائي، حيث تمكن رياض محرز من خطف بطاقة التأهل بإحراز هدفا في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، يتمكن محاربو الصحراء من فك عقدة طالت 29 عاما حينما وصل المنتخب الجزائري إلى نهائي البطولة والتي كانت مقامة على أرضه عام 1990 وتوج باللقب حينها على حساب المنتخب النيجيري. على الجانب الآخر، بلغ منتخب السنغال النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد أن فعلها في 2002 وخسر أمام الكاميرون بركلات الترجيح، وحجز منتخب السنغال مقعده في نهائي البطولة القارية، وذلك بعد فوزه على منتخب تونس بهدف نظيف من نيران صديقة، ويسعى السنغال إلى حصد أول لقب للبطولة الإفريقية في تاريخه. وسيغيب عن منتخب الجزائر مدافعه يوسف عطال بسبب الإصابة التي تعرض لها على مستوى الكتف، وذلك في مواجهة كوت ديفوار، بينما سيفتقد المنتخب السنغالي إلى خدمات مدافعه خليدو كوليبالي لاعب نادي نابولي الإيطالي بسبب تراكم البطاقات. منتخبا الجزائر والسنغال تقابلا في بطولة كأس الأمم الإفريقية 4 مرات، وكان للمنتخب الجزائري الأفضلية في هذه المواجهات بالفوز 3 مرات، وآخرها لقاء الدوري الأول للبطولة الإفريقية الحالية، بينما كان التعادل نتيجة المباراة الرابعة.